بسم الله يا ابن برس الواحدة من الله اسمات وصفاتي ربان كراتور بنا جيات رياس بشو يسف نوتن تنقوم شبن مان مقعنا مستعقين أقول بشك أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لي تملك وتعتك ومشيتك كما في السماء كذلك على أرض خبزنا زاد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأنك ملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين خيم بخريستوس يسوس بين شويل إبي بروسف كيستوس إيتي إرنا فاسي كتب نيف ماتي سو نشكر سنة خيرات رحوم الله ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المهاسيح لأنه أصدرنا عن نحفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعطتنا وتبنا لهذه الساعة ونسأل أن نحفظنا في هذا المقدس كل أيام حتى بكل سلام الضابط كل رب وإله أخونا كريا لايسو أيها أسد رب الإله طاب الكل وربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك استرتنا وعنتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعطتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم هذا نسأل وطلب صلاح باش منحكم لهذا المقدس كل يوم حياتنا وكل سنة مع خافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة ناس الأشرار خيامة فينا الظاهرين انزعها عنها وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن مواضيك المقدسات أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو كريا ليسون تنقوش تيمي فيوت نيمي بشيري نيم ببني بمسقوب تترياس سقوب نقوموس يوش رفيك لسيا بيمتني هنجلو شرتي بارسي نصي تاسمز بين سوتير أبن شويس إيسوس بخيري استوس ارنست فين اي غوني نهمن اي هوني مهمن غور شانت في ستن خن النوبي انا نهن مارن ارنست فين خن او تو غوني مو او مسمي وهن تنير بسك في ستين او شيفو لنغو مو جيبن يو تتخني في او ومارفتو بو انجي ايه كران مارسين جتك متقور وجفك ببيقوشاني إني شيريني ماري تي اتشرون بي اسمي سسيات اسمي سينا ابنو تي بلوغن شيريني ماري خين او شيري اف اواب شيريني ماري اسما فين في اس اواب شيريني خائل بي بنشتن عرشيا أنجلون شير غابريل بيصوب إن بيفايش النوبي هوني يدخن أمي اسمي بنيوت سوا بنزي إيكيوس أبا مسايل بيانا خوريتيس بمن ريت انت بخريستون هي تني برزي انتي تيسو توكون سوا Maria Pshoy Sariema Nanim Biko E Volentini Novi Esirinu Ho Sirok Nimbeki Otina Agasos Nimbibnev Mais Oeb Jihaki Eksuti Emu Naina Shleel إبي بروسف كيستوسي إرنا فاسي كتب نبماتيسو وعيدا فينا سأل الله لأعضاب الكل ربنا ولا أهلا مخلصا يسوع المسيح نسأل لكم صلاح مباشر أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين أخذوا أبائنا وأخواتنا اطلبوا أن أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء إلى ساقفة وأبانا الأساقفة وأبانا القامسة وأبانا القصوص وأخوتنا الشامسة
وأبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعني أحكوا للمسيحيين لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في موضع الخضرة على ما راح فردوس النعيم موضع الذي هرب الحزن والكآبة والتنهد نور قديسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته وكما عدى الحقيقة الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عينهم تسمع بذن ما أخطر على قلب باشر ما عددته يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقمت أوان التفريط وانكبش واللبس وجاس وسكن في هذا العالم فأنت كسر محب البشر اللهم تفضل نفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونات كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحد باسمه يا رب نحمد اغفر لهم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حتى من واحد على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم لا يستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فهب لنا كمان المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيب أمراض مع كافة قديسي يا رب رحم فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى والأرض سلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب الملك على سموات الله الأب ضابط الكل والرب الإبن الواحد الواحد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حم الله إبل أبرا في خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل طلبتنا إليك أيها الجالس عن يمينا بيرحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الأب أمين أباركك كل يوم أسبح اسمك القدوس إلى أبد الأبد أمين منذ الليل رحت بكر إليك يا إلهي لأن أمرك نور على الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا بكرا تسمع صوتي بالغداءك فمامك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي من أجل اسمك القدوس أبانا أخذنا الذين ركضوا يا رب نحن نفسهم يا من هو بالاختيار رب ارحمنا يا من هو بالاختيار رب عنا واقبل طلبتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك موقع قوام مجد إلى الأبد آمين خم بخريستوس يسوس بن شوي سامين الليل ويا شيريني تنتي وروس يسوى بسمين وتم برسين سنسين فينتي مسنو تسمو بن بخريستوس أني هو انتي بروس بشيرا بشيري من رين تفكنو بناني فون شيري سي تسمي سيناني بيو ينين طاف مي بخريستوس بن نوتي تي برسين سسو يوم شو سريع قن تمسيشن تفكنو بناني فون تي برسين سمار يا امتي سوتو كوس سواب تيبرستي سيتر وتنتي بجنستي مترومي ايبرس بابيناريا قلنا هرم بخرسوس في تقرف بوست فريا متنا بكوفل تين نوبي شيريني اوتي بارسي انوس تي اورو امي انالي انتي بن جنوس اري اكفونان انما انو ايل تنتي اري بن مبوتي
برستاتي ستنهت نهرم بن شايسس بخريستوس انت فكان النوبي نانبون مسبح مرحمك يا ربي إلى أبد الأبد ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحق أسمي علت على رأسي وسقلت علي يا الله اسمع تنهدي واطرح عني اجعلني مثل العشر الذي أخطأ إليك وترافت عليه وغفرت له خطايا اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأنها أرضتك اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا اذكرني يا ربي اذكرني يا إلهي اذكرني يا ملكي إذا جئت في ملكوتك فأنت يا مخلصي قابلت إليك اعترافه وترافت عليه وأرسلته إلى الفردوس وأنا أيضا الخاطئ يسوع إلهي وملك الحقيقي تحنن علي وجعلني كأحد هؤلاء أنا أعرف إنك صالح رؤوف ورحيم اذكرني برحمتك إلى أبد الأبد طلب إليك يا ربي يسوع أن لا تبكتني بغضبك ولا برجزك تؤدب جهالتي لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا ترى أفعال ضعفي ولا تنظر إلي بغضب أخطأت يا يسوع ربي أخطأت يا يسوع إلهي يا ملكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها أسألك يا مخلصي فلتدركني مراحمك لتخلصني من الشدائد المضادة لنفسي لا تحرق عدم معرفتي مثل سدوم ولا تهلكني أيضا مثل عمونا لكن يا ربي اصنع معي مثل آل نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم لكن فلتدركني سريعا مرحمك يا ربي لأصرخ مع هذا الشعب بصوت لا يسكن من أجل هذا أطلب إليك أيها الرب الإله مخلصي لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطي لكن حل واغفر لي زلتي الكثيرة كصالح ومحب البشر ارحمنا قاسم رحمتك شو بين صوير سم سيجون خن ماتشو سي طارق خيتو تنشو سن بترن تسي اوتو كو سي تو ينبر سنو سن سي يونيفي ماتيو ماتيو في طاري ماس بن صوتيرن اغانسو سنت فولين اخي سيبل هارون انت في سمنين انت بهيريني شيريني اوتي برسنو ستيو رؤمنا لسيني شرب شو شنت بنجنو صريك فنان نمانوي نسألك أن تذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا تنشي سيما نعظمك يوم نور الحقيقة ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص عام أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تقل الصدقين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
وتأنس، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب، صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة الجماعة الرسولية، نعترم مع مضيح المفاخ وننتظر قيامة الأموات. تنجوش تيفون خاتين تيوناستاسي سنتيني رفموت نبيون خنتي بيون سنيو آمين رفنوتين أهاينم فيشون أيرون شنت خارون آمين واسمعنا آمين وعنا وحفظنا وبركنا آمين وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم شليل ارن فاسي ايها السيد ربي يسوع المسيح ابن الذي خاطب التلاميذ والقديسين ورسل الاطهار كرمين قائلا الانبياء نبران كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ما يسمعون ما أنتم فاتوا بالعنك لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس ثابت الباط قديس يا رب رحمة يا سيدنا كل الذين أوصونا مرون أذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا فحلك أيها الرب ولا الذين سبقوا فرقد يا رب نحن مرضى أشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلصت كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا هللويا شو سنتينكم كيف لغسون اكتوكاتا مثيه ناقي فانجليو تنغنوز ما زوك ساسي كيري بخوف ينوخي شو انا امام الله وانسيتو نسمع الانجيل المقدس فصل من بشارات الانجيل حسب ما كتبه معلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا يسوف نطو بنستير بنورو ترين يسوس في خريسوس بشيري مفنوت تنخ بنافشاني بيوفا بنوت بشن انتنين يتروني زوك ساسي كيري مسامير تراتي المعلمنا داود النبي بركاته وصلتكم مع جميعنا امين نصيبي يا رب قلت الله احفظ كلامك ترايضيت وجهك بكل قلب ارحمني حسب قولك هللويا بارك هو الاتي باسم رب الاله القوات ربنا والهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين كن مرضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق ليلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقي في السجن الحقاق قول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير الفلس الأخير قد سمعتم أنه كلا القدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فإن كانت عينيك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك لأن خير لك أن يهلك أحد أعضاك ولا يلقي جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى تؤثرك فاقطعها والقها عنك لأن خير لك أن يهلك أحد أعضاك ولا يلقي جسدك كله في جهنم وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني أيضا سمعتم أنه قيل القدماء لا تحنث بل
أوفي للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلف البتة إلا لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موت قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. والمجد لله دائما، جبني وتدخني في هو مريفتو وينجي بكران مارسينجتك متقور جيفك ببيقو شاني إن جيف اسمرو تنجيف يوت نيم بشيري نيم بيبنب ما اسقو وابتتري يا سيت جيك فولتن قوش تموس تنتي قونا. أبانا الذي في السماوات أور فادر فو هارت إن هيفن هارت في سينم سيكن نوم كم زور كتن أندر ساتسن كيف أسستي أور تبريد فرق بس أور ترسبت سيسا سوفر كبس سوفر كبس سيكن استاس ليبن سمار دوش بدر فرمس كراس هون فرسن سيكن سوفر خم بخريستوس يسوس بن شوز إنه بينسو كيرية إيرن فاسي كتبنا في موت يسو. أيها السادة بس بلاحيد كلمة الأب الذي قطع كربطة تقطان من قبل ألامه المخلص المحينا في قوة المقدسين وسقطها المكرمي قال اقبل روح قدس من غفرتم لا طيب غفرة مسكت معهم سكت أنت لأن يسيرك من وسطها المقدس كل زمان أن يغفر وخطر ضوح لكربطة الظلم الآن أسلم صراحة مباشرة عبيدة أخواته ضعفة على المحن برس مقدى قدوس رزقنا رحمتك وأقطع كربطات خطايانا كنا أخطر لك بعلم وبرعلم جزع القلب القول فكرة رأس القلب فانسر بالعرض بشر كسح بشر إن عملنا وفرنا خطايانا باركنا طاهرنا حاننا قولنا تدور أمين مين كريا ليسو إن كريا ليسو إن كريا ليسو نمين الليل يا زكسة بتريكي يوكي أجيب نيف ماتي كينين كي كيسو سيون أستونيون نامين تنوشي فولنجون موزيو بن شويس إيسوس بخريستوس جيفية طفئر نستيفين ريغون نمينو نمينو غون شان تفسو تنخين النوبي ستيمون ونينا إن كريا ليسو إن كريا ليسو كريا بلوغيسو نمين اسمو سمويرو يستيمي تاني يكوني بلغم بيسمو كريستوس في النوتي أمين اسئشو يا ملك السلام أعطنا السلام قرر لنا سلامك واغفر لنا أخذك الملقى القوى المجد البركة لإزابت أمين جعلنا مستعقين أقول بشكر أبانا الذي في السماوات أور فادر هو أرت إن هيفن محبة الله لكن في حيدر من بلان خلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية القدس تكون مع جميعكم تنقوش تقيم في يوم قوت انت Yes, in all more.
مشوسن ومشوسن أنت أسبحت وصلت الساعة الثالثة والسادسة من النهار بارك قدم هو المسيح منك نقول يغفر لنا أخطائنا بزمير 30 معلمنا داود النبو الملك بركات وعلينا أمين third hour and sixth hour. مئة ثلاثة وثلاثين وان ثيرد ثري ذا قصاصيوس فصل مبارك من جيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين reading from the holy gospel according to Saint John may his blessing be with us all amen. And the comforter the holy spirit whom the father has sent in my name has come he shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said unto you a peace I leave with you my peace I give unto you not as the world gives do I give unto you let not your heart be troubled neither let it be afraid you have heard how I said I go away and come again unto you If you love me, you would rejoice because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. And I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you may believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do arise. Let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you, abide in me and I in you. And glory be to God forever. Amen. The sins of God be fulfilled in peace. Richard Sosum, Kyoton, Athos, Math, Web, J.A.K. Munainan, Hakdu, Siar, Ladir Satur, Telmakdisin, Usum Karamin, Sath, Altha, Latin Zahmina, Salah, Lacking a deal for Ashana, Kalbanakin, Fiala, Rahmus Kungadil for Ashala, Trahim Kudamak, Krokdu, Satan Zahmani, Sabatri, K.O.K., Agub Nevmati, send down our Holy Spirit upon the Holy Disciples and your aunt of Son Third Hour. Do not take him away from us, good one, but we ask you to renew him more than us, O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, right and life giving Spirit, a spirit of prophecy and chastity, spirit of holiness. Righteousness and the authority of the Almighty One, for you are the light for our souls. Give light to every man that comes in the world. Have mercy on us. إِذَّيْ سَلَامَ يَا وَلَدِ اللَّهِ كَرْمَ الْحَقِّ الْحَقَّنِي الْحَمْلَ عَنْقُدَ الْحَيَةِ نَسَلَكَتَ الْمَلُوءَ نِعْمَةً مَعْرُسُ بْنَكْ لَخْلَاصِ نُفْسِنَا مُبَارَكْ رَبِّ لَهْنَا مُبَارَكْ رَبِّ يُمْبِيُونَ
هي طريق انه الى خلاص كيني كي استوسيون استونيون نامي الملك السماء المعزز على حق الحاضر في كل مكان ومكز صلاحات وموات الحياة اللهم تفضلوا علي فينا وطينا بكل دنا صلاح وخلص نفوسنا سابتريكي اوكي اقب نظماتي كما كنت مع تلاميذك والمخلص وطيتهم السلام اللهم ايدنكم معنا ومنحنا سلام وخلصنا ونقي نفوسنا كيني كي استوسيون استونيون نامي زي ما وقفنا فيك لك المقدس نسبك الكيم في السماء اللي أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة صفحة 88 88 قدوس الله قدوس القوي هولي قاد هولي مات هولي موت يا رب ارحم برحم بارك من جعلنا مستحقين اقول بشكر ابانا الذي في السماوات ارفع ضرب وارت ونيفن السلام لك نسال القديس المتن المجد العذراء كل حين هيل تو يو اسك يو سنت فول اوف جلوري التحليل إلى كرافات رب كل أعزاء 143 The Absolution of God of All Compassion Lord or Comfort One 171 The Xosios Faslum Bar Gil Malibna Merivat al-Bashir Barakat Walayna Amin The reading from the Holy Gospel According to Saint Matthew May his blessing be with us all Amen and Seeing the multitudes he went up on a mountain And when he was seated his disciples came to him And he opened his mouth and taught them saying Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven Blessed are those who mourn for they shall be comforted Blessed are the meek for they shall inherit the earth Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. And glory be to God forever. Amen. May their sins of God be fulfilled in peace. Restores the pure earth, osmath, web, jackets, monine, and yam, filium, says, sasadis, sumertala salib, nagle khatia, a letter garali, habuna, the fruidos, masa, thakdal, masilan, khalis, nanas, rachtallah, saman, اللهم استجب صلاته ولا طرف البطل تفتل اسمعنا عشو يباك لوقت ذو كلامي أخلوف أسمع صوتي وخلص نفسي بسلام سابتني كي وكي أجيب نظماتي Oh Jesus Christ our God who was nailed to the cross in the sixth hour and killed sin by the tree and by your death you made a man great with your own hands and had died in sin but to death our pains by your healing and loving passions and by the nail which were nailed Rescue our minds from thousands of the earthly deeds and worldly lusts to the remembrance of the heavenly commandments according to your compassion. لا ترفض رخطام شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر خلاص
تعلم من أجلك ينقذنا وافتركنا رفضك ساعة تمسكنا جدا عن اللهم خلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وخلانا اختار مجد اسم القدوس كيني كي كيستوسيون استونيون نامي Your salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretch your lands on the cross, therefore all nations cry out saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your will. You were pleased to be lifted up onto the cross to deliver those who created from the bondage of the enemy. We cry out unto you and give thanks to you. You have filled all with joy, O Savior, when you came to have the world. Lord, glory be to you. Your she is full of grace, O Theotokos, the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but we were raised and became worthy of eternal life. And gain the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ, our God. صفحة 92 نعظمك يا ابن الحقيقي 92 we exalt you, the mother of the true light. من كتكات عزراء القديسة ورد لها انك قبرتنا مخلص العالم اتو خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل الاكل الشهداء تهليل الصدقين سبات الكنائس وفرنا خطايا نبشر بالثالوث القدوس لهوت واحد نسجد له مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة فتنؤمن بإلهين واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحمد بسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب وليب الناطق في الأنبياء كنيسة وحالة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مواضيع واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين نسألك يا حمل الله يا حمل خطى العالم كلها اسمعنا وارحمنا كيني يا ليسون كيني يا ليسون يا رب ورحم كيري ليسون رحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا ورحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا ورحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا ورحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا ورحمنا كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري السماء والأرض من تمجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب لا الكوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ودقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بردتنا والتي صنعناها بغير ردتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب ولسك خطايانا أنا مستحقين أن أقول بشكر أبانا الذي في السماوات Our Father who art in heaven Oh, 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 oh,
سلام بنويا كنست الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. Remember, O Lord, those who have brought unto you these gifts and those who knows behalf they have been brought and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who have brought them, Lord, have mercy. Alleluia, Jif me vi en oro mi ef e o on he na ke vo leb shois o wo heb sog ben te o me vi ef e er shainak nisi seyene buros fora chobo erok a ellelu o wo o wo o wo o تمشي من مات واب نوت نوت في زمرو تنجي اف نوت في هوت بي بانتقراتور في زمرو تنجي نوغاني سنجيري اسوس بي خريستوس بيهن شويس آمين لحيس بي ذا هولي سبيريت باركلي آمين One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. Blessed be the Lord God forever. Amen. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud him, all you peoples. For his mercy has been straightened toward us, and the truth of the Lord abides forever. Amen. Alleluia. Zog sabatrike, eyoke, agiob nevmati, kelinkioi. Christos eonas toni onun amin alleluia ebi brosef Christos ite erna pasi ketom nevmati رحم الله بربنا ولهم خلص يسوع المسيح لأن أصدرنا عن نحفنا قبلنا لي أشفق علينا وعضضنا طبنا لهذه الساعة ونفل نسأل نحفظنا في هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام
الضابط الكل الرب وإله أخونا روسيفيكس أستي كيريا لايسو مستر لوت قد بانتكراتور فادر فاولوت قد أن سيفيهر جيزاس كريس وي ثانك يو فور إفرثينج كونسرنينج إفرثينج إفرثينج فور يو هاف كفرد أس هلبد أس غاردد أس أكسبتد أس أنت يو سبيرد أس سبورت أس هاب بروت أس دو ذيس أور Pray that God may mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints for that which is good on our behalf at all times, and make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries for the remission of our sins. Lord have mercy. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن نكمل هذا المقدس كل أمحاتنا بكل سلام مع خافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة ناس الأشرار قيم لطفين وظاهرين انزحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فرزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو كل شعب ضعفي فانكم محالين فمثل روس قدوس الاب القدس فم كنيسه الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول يم 13 رسول ناظر الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد شهيد البطريرك القديس اورس مان مسقورس قديس افنس رسولي والقديس بطرس رئيس كان وخاتم الشهداء القديس وحمدا بالفم قديس كيرلس وقديس باسيل وقديس غراغوريوس من افوا 318 مجتمع بين اخوال مال 50 قسطنطينيه 200 بافس فهم رئيس كهنة بعض معظم الأنبياء تودروس الثاني وشيف الخدمة الرسولية أبلس مكرم الأنبي بيتر فهم حقرتي لأنه بارك ملتهم الدور أمين تيس آمين كيتو ابن See
اوتو كوسس وبماريا ايب شو ايساري موت نارم بيكو ايبولن تين النوبي ايتن نبرز بيان تيني ارشي انجيلوس اسواب ميخا إلي بأرخو ناني في قويه إبشوي ساري موتنا من بيكو إيفولين تين النوبي هي تين نبرس بيانت بشاش في نارشي أنجلوس نمني طاب ما إني برا نيوني بشوي صريمت ناني بيكو إيبولين تين النوبي في تيني إبشي انت ناشوي سينيوتي نابوس كولوس نمبسي بينتيني ماتيتي سي إبشويس أريمو نامن بيكو إبولينتين النوبي إيتيني إبشي انتي بسي أوريمو سيني بانجي لستيس ماركوس بي أبوس طولوسيب شوي صريموت نانم بيكو إبولين تين النوبي هيتني إبشي انتني أرشي زنتو أكوني تسمر وأوتستفا نوز بي شرب مارتي روسي إبشويس أريموت نامن ديكو إبولين تين النوبي إيتني إبشي انت بنيوت سوابين زيك أوس أبا ميسائل بيانا خو ريتي سيب شوي صريموت نانم بيكو إبولين تين النوبي إيتني إبشي انتني إثقوا بنتي باي إهو بيقواي بيقواي كطب فراني إبشويس أريموت نامن بيكو إبولين تين النوبي إيتنو إبشي أريب أنخم بنيوتيت طايوت نارشي إرف سبابا أبا تواضروس نيم بنيوت نيبس كوبوس أبا بيتر إب شو البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى روميا بركته على جميعنا أمين. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله
أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا النبوة، فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ. المعطي المعطى بسخاء، المعطي بسخاء، فالمعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحد عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فإسقيه، لأنه إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين. The Catholic Epistle from the Epistle of our teacher, St. James, may his blessings be with us. Amen. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all and liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass. Its flower falls and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away in its lust, but he who does the will of God abides forever. Amen. Ori ba me vi o ba.
فصل من أعمال أبانا وسر أبطار أبن شموني بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم تكون معنا أمين. ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل فهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد الشعب والناموسي وهذا الموضع حتى أدخل يونانيين أيضاً إلى الهيكل ودنس لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأسوسي فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل فهاجت المدينة كلها وتراقد الشعب وأمسكوا بولس وجره خارج الهيكل وللوقت أغلقت الأبواب وبينما هم يطالبون أن يقتلوه نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات ورقد إليهم فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع ولم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب أمر أن يذهب به إلى المعسكر ولما صار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر قال للأمير أيجوز لي أن أقول لك شيئاً؟ فقال أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4,000 رجال من القتلى؟ فقال بولس أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب لم تزمن كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعث الله المقدس أمين بسم الله أبو الابن الروح القدس الإله الوحد أمين أعلم يا أخوتي أن هذا اليوم هو اليوم السابع من شهر برمهات المبارك أحسن الله استقباله وعدوا علينا جميعا ونحن متمتعين بدوة منان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي يا أخوتي أمين استشهاد القديسين فيليمون وأبلانيوس واستشهاد القديسة مريم الإسرائيلية في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء الموافق 305 ميلادية استشهد القديسان فليمون وأبلانيوس كان القديس فليمون مغنيا لأريانوس والي أنصنة وكان القديس أبلانيوس مزمرا للوالي أيضا وكانت بينهما صداقة فاشتهى الاثنان أن ينالا إكليل الشهادة فدخل فليمون يوما على الوالي أريانوس واعترف أمامه بالسيد المسيح
فأمر بأن يضرب بالسهام فنال إكليل الشهادة. ثم دخل أبلانيوس بعد ذلك واعترف هو أيضا بسيد المسيح، فغضب الوالي جدا وأمر أن يضرب أيضا بالسهام. وحدث أثناء ذلك أن رجع السهم إلى ناحية الوالي فأصاب عينه، وكان ذلك أمام بعض المسيحيين، فقال أحدهم للوالي: لو أخذت من دمه ووضعت على عينيك لأبصرت. فلم يصدقه في أول الأمر، لكنه من شدة الألم وضياع عينه أخذ جزءا من دم الشهيد أبلانيوس ووضعه على عينيه فأبصر للوقت، وندم كثيرا على ما فرط منه في تعذيب القديسين، وآمن بالسيد المسيح. أما القديسان فيليمون وأبلانيوس فأكملا جهادهما ونالا أكليل الشهادة. بركة صلواتهما فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة مريم الإسرائيلية. لم تكن هذه القديسة تعرف شيئا عن السيد المسيح، وكانت تعيش في سيرة رديئة في الخطية، فأرسل الرب لها قديسا وعظها وعرفها طريق الخلاص والإيمان بالسيد المسيح، وأن النفس لا بد أن تعطي جوابا عن جميع أعمالها يوم الدينونة، مستندا على ما جاء في العهد القديم. ولما سمعت هذا الكلام خافت وارتعدت وعملت النعمة في قلبها، وسألته قائلة: هل يقبل الله توبتي ويسامحني على أخطائي؟ فأجابها القديس: نعم، بشرط الإيمان بالسيد المسيح أنه جاء إلى العالم لخلاص البشر وصلب من أجلنا ومات وقام في اليوم الثالث. فتابت وآمنت ثم اعتمدت بالمعمودية المقدسة. ولما بلغ خبرها إلى الوالي أحضرها أمامه فاعترفت بالسيد المسيح وتمسكت بإيمانها، فحاول أن يثنيها سواء بالوعد أو بالوعيد، فلم تقبل منه كلامه، فأمر بتعذيبها، وأخيرا قطع رأسها بحد السيف ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. ميغالور شيرفس استوس إيوناس أكراندون أجيوس أوسيوس كاتاتين تاكسين توملشي سيديك تيليوس أجيوس إشيروس أو ساركوس إندائك ابنفماتوس أجيوكي أجيس مريس تيس بارثينو ميغتو مستيريون أجيوس أساناتوس إليسوينس أبنشو أوي سيسوس بي إخريستوس إرني استفين إهريقون إنمي إن إهو نمهمي إنقور هشا انتف صوت خن النوبي Stay in
Jesus Christ, our God, who said to us saintly, our disciples, holy apostles, many prophets and righteous men, have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But bless us for the see and your ears for the hear, be worthy to hear and to act according to the holy gospels, through the prayers your sins. Pray for the Holy Gospel. كل الذين أوصونا مرونا اذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا فحلك أيها الرب إله الذين سبقوا فراخدوا يا ربنا يحن مرضى أشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا أشفانا كلنا وقيامتنا كلنا
Avoboteo, Akosometakio, Evangelio. Fizmara o Tinjivi, Ethiopian Francho, Sentinigom, Kiriflogoson, Octocata, Matheo, Nagi, Evangelio, Tanazma, Sasi, Kiri, بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من الإنجيل لمعلمنا مرمت البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. شیر مفنات تان خبیون افشانی بیفا به نوتویش انترینی ترامی زکساسی کیریه مد مزمیر ابینا داود النبی برکات المقدس فلتکم معنا امین لکلماتی اصغی یا رب تأمل سراخی استمع لصوت دعائی يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. سمعت منه قيل عينا بعين وسن بسنان، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فأعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردوا. أونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنهم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ إن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كاملا. والمجد لله دائما. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, one God, Amen. As you know, my beloved, this is the first week, the end of the first week of the Holy Lent. And the church prepared the Holy Lent for 8 weeks because number 8 refers to the new life.
And also fast is 55 days, starting with the preparation week, and then the 40 days, and the end, the Passion Week, ending by the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead, the resurrection feast. And each week, there is a theme for the each week. And every day of the week, there is a theme. And today, the theme, be perfect. Be perfect. As we hear, we heard in the Pauline epistle, mentioned about do not be conformed to the world. The Pauline epistle from Romans chapter 12, from verse 1 through 21. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. These are the verses I would like to speak with you about it. Be perfect. As you heard today, the Synaxarium, Saint Mary, the Israelite, she lived in sin, and one of the spiritual men, he told her that this sin will lead to Hades and will lead to the end at the end to distraction and the fire. And she asked him, is there any repentance for me? She said, yes, you have to repent. And she, when once he spoke to her about spiritual things, her heart moved and she believed and transformed, and she baptized and started new life. And the end of her life, she was perfect till she shed her blood for the sake of Christ. And here, there is no now martyrdom, but the martyrdom is not only to shed your blood, but the martyrdom to mortify your organs. There is two forms. You have to choose one of them. You can't combine both, the form of the world or the form of the spiritual life. You have to choose one. And as you know, my beloved, if you look at the icons, this is not Coptic icons. This is maybe another Roman. But if you go to St. Mary, you see Coptic icons. And if you look at the faces, you see all of them look like, all of them the same. If male, female, you see all the same. And the eyes larger than the normal eyes. Why this? Because all the Christians must to be Christ-like. That's why the face is the same. If you see the face of Christ, people the same. And why the eye is larger? Because God opened our eyes to see. And you have to choose. You have that choice in your hand to choose the form of the world or the form of Christ. What the end of the form of the world? Destruction. But the end of the form of Christ is kingdom of God. And that's why the end, the tomorrow, speaking about seek first the kingdom of God. And as you know, my beloved, there is light, the form of the spiritual life. How can I be in the form of the world, or how to be in the form of Christ? The form, three. Number one, the way you speak, the way you be dressed, and the way you behave. You know, the way you speak, if you speak the word of the Lord,
or the word of the Bible, the commandments, then the way you speak is spiritual way. Now there is three types of speech: idle, evil, holy. The idle, not beneficial, does not benefit anything. And the evil, you know the word evil, bad words, slanderers, bad words, evil words. And the spiritual one with the word of God. This is the way you speak. The way you dressed, this is, as you know, the clothes refers, if I'm this way, you know that I'm priest. But if somebody coming from other country, the way he dressed, you see this is Egyptian, this is American, this is Indian, this is this. The way you dressed show that you follow who, to whom you belong to. And number three, the behavior. Walk as he walked. This is the biggest enemy of transforming is we imitate the world. The same word we speak, the same way we dressed, the same way we behave. How to, there is, if you have two people, how to know this is Christian or this is not Christian? There is something you see it from that. And this is, you know, this is false or good. How to be, do not be conformed. What does mean conformed? To look like and to imitate. Because you say all the people doing this, it doesn't mean, it doesn't, you have to be, you are not from this. You are not from the world. You are from heaven, from God. Once you baptized, you put off the old man and you put on the new man. The new man, Christ. The holiness and the righteousness of Christ. And you will not look like the worldly people. Because you are the child of God. So either we give up this as Christians and we leave the, or we leave the shape of, or the form of this world. You have that choice. And the choice in your hand, my beloved. How then, but be transformed. What does mean be transformed? You yourself be transformed. Not the word be transformed. You yourself be transformed. And the word transformed to refers to the new life, new creation. Once you baptized, you will be in the new life. Then very important, my beloved, to be transformed. How can, or how does this transformation happen? Then there is two forms, and then we have to be transformed to the form of the spiritual one, to Christ, and then how? How does this change happen? And be transformed by the renewing of your mind. Our nature transformed in the baptism. When we baptized, we have the new man, the spiritual eyes, the spiritual ear, the spiritual mind, and so on. All the organs become spiritual. But how to live this life by renewing your mind? How to renew your mind? Many things. Number one, spiritual readings. When you read the Bible, the word of God is very effective
when you read it, it will change you. But not just reading, understanding. You know, when we eat something, if we swallow it right away, it will hurt. But if you digest it, first to chew it, and then swallow it, and digest it, it will benefit you. The same, if you read the word of God, and you know the meaning of it, and you live by it, it will transform it you. You are pure because what the, you hear the word of God. The word of God will purify you and give you life and spirit. Then read the word of God. When you pray to God, fervent prayer, you know, Moses the prophet, he stayed on the mountain for 40 days twice. And fasting without eating or drinking, this is not normal. This is abnormal because he was with God. With God. God gave him grace. Then after he returned back, he came back from the mountain. His face was shining. And the people cannot see, cannot look at him because there is a light from his face. Why? Because he stayed with God. If we stay with him in prayer and reading his word, this will give us the shining to shine as Christ, my beloved, to be Christ-like. And number three, when he fasted for 40 days, as we fasting now, but in a spiritual way, not changing just food, but in a spiritual way, his face was shining, my beloved. And if we keep the life of repentance always, repenting whatever happened, bad or wrong, we repent and confess and doing the same, but we change it day by day, you will be perfect. Then we have the tools now to pray, spiritual fervent prayer always, to read the Bible always, to fast as we fasting, to repent always, to have guidance from your Father of confession. And what will happen after this? You listen to these verses, as the Bible said, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. What is the result of this? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Then you know the will of God in your life. That may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This is the result, my beloved. If you keep the commandments, if you keep the word of God, it will keep you, my beloved. If you keep partaking from the communion and to abide in Christ will keep you. And many things, I hope to let this quotation be in front of your eyes. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And glory be to God forever and ever. Amen. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده ايها الاحباء هو يوم السبت من الاسبوع الاول من الصوم الكبير، ومن اقدس ايام السنه في يعني على مدار السنه كلها هو الصوم الكبير. والصوم الكبير من اجل اهميته، يعني زي باقي الاصوام، من اجل اهميته الكنيسة حطت لنا قراءات لي، رتبت له قراءات بإرشاد الروح القدس. والقراءات دي كل أسبوع ليه يعني موضوع تتكلم فيه، ليه عنوان، وبتنتهي في كل أسبوع بنهاية، النهاية بتاعت اليوم الأسبوع ده بيكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
وزي ما قلت لحضراتكم كل يوم كل أسبوع ليه موضوع وكل يوم ليه موضوع. من أهمية الصوم ده الكنيسة رتبت حتى البيه قطمارس خاص اسمه قطمارس الصوم الكبير. القطمارسات العادية يعني مثلا في قطمارس الأحد وقطمارس الأيام، لكن الصوم الكبير الأيام والأحد مع بعض. من أهمية هذا الصوم ومن أهمية مواضيع هذا الصوم. فالسيد بينتهي الإنجيل بتاع النهاردة لما سمعنا حاجات كتيرة بيقول لنا فيها، بيقول لنا لا تقاوم الشر بل لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، من سألك فاعطيه، من سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا مبغضيكم، صلوا لأجل الذين أسرون إليكم وطردونكم لكي تكونوا أبناء أباكم الذي في السموات، أبيكم الذي في السموات. فإنه بعدين يقول لنا في الآخر إن أحببتم الذين أحبونكم فأي فضل لكم، وبعدين فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل. فإزاي الإنسان يكون كامل في حياته؟ ده بيقول لنا مهما فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. فما هو الكمال؟ في هناك كمال مطلق، قسموا كمال مطلق وكمال نسبي. كمال المطلق ده لله وحده، حدش أبدا هيبقى ياخد الكمال المطلق ده. لكن ليه؟ من منكم بلا خطأ؟ من منكم يبكتني على خطية؟ من يبكتني على خطية؟ هو الذي بلا خطية وحده، هو الكامل وحده. لكن في كمال نسبي. يعني إيه كمال نسبي؟ يعني نسبة إلى ما عندنا من قدرات وإمكانيات، بالنسبة لمقدرة وإمكانيات كل واحد، نسبة وتناسب يعني، أو بالنسبة للي بيدهولنا ربنا. ما هو واحد اداله خمسة، واحد اداله اثنين، واحد اداله واحد، على حسب قدرة وقوة الإنسان في السير في الطريق الروحي، وحسب النعمة اللي بيديها وبتساعد وتقوي، وبحسب تجاوبنا احنا بقى. ربنا بيدي، بس المهم اللي يجاوب يتجاوب مع كلمة ربنا. ما هو واحد بتكلمه ومش بيرد عليك، يبقى أنا آسف، يا إما ده مش سامع يا إما ما بيتكلمش، يبقى مفيش، أو يعني آسف برضو يكون إنسان ميت. فلازم يبقى فيه تجاوب، مجاوبة في الوصية ربنا. فعشان كده إيه مدى تجاوبنا مع عمل الله فينا ومع عمل الله معنا؟ فحياة الكمال تشمل ثلاث حاجات. نمرة واحد، علاقتنا بربنا، علاقتنا مع الناس، علاقتنا بنفسنا. فلذلك مهم أن الإنسان يعيش حياة الكمال ديت. لكن في عوائق بتقف أن الإنسان يكون كامل مع ربنا. إيه العوائق دي؟ نمرة واحد، تيجي تبدأ طريق ربنا عايز تبقى كامل، يحصل إيه بقى؟ تحصل ضيقات وتجارب وكل ده. فيبدأ الإنسان يقول لك إيه؟ لا أنا مش مكمل، لا ده طريق ربنا، كل ما أبدأ أصلي تحصل لي مشكلة، كل ما أجي أقرأ. لكن هو قال كده، يا ابني زي ما قال يشوع بن صراخ في الإصحاح الثاني، يا ابني تقدمت لخدمة الرب، أعدت نفسك ليه؟ للتجارب. فعشان تنمو روحياً لازم تبقى عارف ان الطريق فيه تجارب وفيه ضيقات. زي المثل اللي بقوله دايما لكل واحد، لو في طريق واحد ما فيش غيره، ما تقوليش في طريق تاني وتالت، لا هو ما فيش غيره ده، بس كله مطبات، تعمل ايه؟ عشان كده هو الطريق. قال قد سبقت وعلمتكم قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون، لست اكلمكم كلام كثير بعد. هو قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. يبقى ما نجيش بقى قدام أي ضيقة أو أي تجربة خلاص إحنا مش لاعبين، مش مكملين، لا. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأصدقاء السوء. تلاقي واحد ابن ربنا أو بنت ربنا ماشي كويس، تتعرف على صديق أو صديقة، اللي يحصل بقى يحصل التغير، فيحصل الإنسان الروحاني يطلعك لقدام تنمو معاه، لكن الإنسان غير الروحاني يجيبك لورا.
فالصديق الصالح هيجذب الإنسان، والصديق الخاطئ يجيبك الأرض ويعطل نموك، يعطل انك انت تمشي في طريق الكمال. يبقى اختار الصديق الصالح، الإنسان الصالح اللي تمشي معه. عشان كده بقول لنا بولس الرسول تجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب. نمرة ثلاثة، يجي الواحد يبدأ يصلي عشان صلى له شوية صلوات أو أرى له كلمتين، يقول لك كفاية كده، يكتفي بقى، وشاعر إن هو طاير في السماء أو هو يعني خلاص بقى وصل فيكتفي. ديت كأنك بتمشي على تريد ميل، مش بتمشي ماشي حقيقي، ماشي على تريد ميل في محلك سر. بتجري لكن انت في محلك، ده كويس في الرياضة رياضيا يعني تعمل رياضة او حاجات زي كده، لكن مش كويس روحيا، مش محلك سر، ما تكتفيش. فعشان كده تقدم في حياتك الروحية. كمان اللي وقف الكمال ده التطرف. يعني التطرف لا تكن بارا بزيادة، ما تزودهاش، عايز ما بيقولوا في مصر ما تدروشي، او التسيب. يعني نيجي نقول يعني اللي بيصوموا هم يعني دول شوط بتاع ده هو مرائين، واللي مش عارف يقعدوا يتكلموا ويصلوا ونقعد نتريق، ما هو ده نوع من التطرف. عشان كده احبائي الاعتدال في الطريق الروحي. الاعتدال مش معناه تمسك العصايه من النص، فيش حاجه عند ربنا اسمها تمسك العصايه من النص. تمسك العصايه من النص، لا انت بارد ولا انت حار، هو ده نموذج معنا تقياك. لكن الاعتدال في الطريق الروحي، الصلاه بمقدار، الاكل بمقدار، التوازن في حياتنا لا كده ولا كده، لكن امشي في الطريق المستقيم. فده الطريق الصح اللي يمشي فيه الانسان. او يبدا الانسان لما يبدا في طريق الروحي يقول لك يا سلام، ده انا بقيت بصلي السبع صلوات ده، وابدا اعمل ايه بقى، افتكر افتخر، ده انا بصلي السبع صلوات، ده انا بصوم لغايه الغروب، ده انا مش عارف بصوم لغايه الساعه كام. زي ما حد من الاباء الرهبان قصه قريتها في بستان الرهبان، راح لاب اعترفه بصوم لدرجات عاليه، فلقيه الشيطان بيخدعه، قال له روح اشتري لحمة وكل لحمة. قال له ازاي ده، انا ما اقدرش اعمل كده. قال له بقول لك روح اشتري لحمة وكل لحمة. عشان ايه؟ عشان يخليه يتواضع، الانسان المتواضع. عشان كده مهم جدا بيقول لنا قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. والآية المخيفة يقول كده، الله يقاوم المستكبرين المتواضعين فيعطيهم نعمة. الإنسان متواضع، عشان كده سموا الآباء التواضع هو السور اللي بيحمي كل الفضائل. أو الإنسان يقول لك أنا خايف من كبرياء، فيحصل إيه بقى، يعيش في الخوف ده، ويكون النتيجة إيه، إنه بيخطئ. ليه؟ لأنه عايش في كبرياء، يعني يا إما متكبر يا إما خايف إنه هو يبقى متكبر ويوم مش عارف يوصل في حياته الروحية. وإيه كمان يعطل؟ الإداريات. الإنسان بيت حياته روتين، أشغاله إداريات. عمل في قصة في نكتة بيقولوها، ثلاثة راحوا يشتغلوا في الكهرباء، واحد يحفر، واحد يحط السلك، واحد يردم. ما جاش في اليوم اللي جاي فيه اللي بيحط أسلاك الكهرباء، فبي واحد يحفر وواحد يردم، ما أوتوماتيك شغالين. إحنا ممكن نكون كده، أبان الذي في السماوات اسم الله والبرسول. طب إيه اللي أنت قلته؟ فاكر اللي أنت قلته؟ فاكرين صليت؟ يبقى ركز، ما تتحولش الصلوات للروتينيات. جينا القداس، حضرنا القداس، بيت كأنه عادة عندنا بس. لكن لو مركزين وروحانيتنا هنهتم بالصلوات نبقى فاهمينها. كمان الواحد يقول ايه مثلا، يدور على الحاجات الكبيرة وينسى الصغيرة. عشان كده بيقول لنا خذوا لكم الثعالب الصغيرة المفسدة للكروب. زي ما النهاردة في احد القراءات
في إنجيل باكر تقريبا. ممكن الواحد يقولك أنا أسف التعبير ما بزنيش، يقولك من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. ما يبصش للنظرة، يبص للفعل نفسه أنه هو مش بيعمله. فلازم نخلي بالنا من الشر وشبه الشر. أول واحد يهتم بيه عدد المزامير اللي قالها، صمل الساعة كام، المطنيات اللي عملها كم مرة، ده كويس، بس هل بتتعمل بروحانية ولا بروتينية؟ لا، لازم ما فيها عنصر الروحانية. فالشكليات تضيعنا، لكن لما يخش الإنسان للعمق، ما ربنا مش هيقول لنا كم صلاة صليتها، كم قراية قريتها، ومش هيقول لنا أنت ما عملت الخطية دي ليه، لكن هيسألنا يقول لنا إيه مقدار الحب اللي كان في الصلاة، إيه مقدار الحب اللي كان في قراية الكتاب، إيه مقدار الحب اللي كان في الصوم ده، لأنه ذبيحة حب. وانت ما تبتش ليه ورجعت، مش عملت كده ليه؟ عشان كده احبائي اهتموا بالروحيات عشان تمشوا في طريق الكمال. تدرج في الحياة الروحية، تدرج في الصلاة لغاية ما توصل للصلاة صلوا كل حين ولا تملوا. تدرج في معاملاتك مع الناس لغاية ما تحب الأعداء، حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا مغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. في تدريج كل أمور حياتنا لازم فيها توازن. امشي باتزان، امشي على رأي ما بيقول الآباء الطريق الوسطى خلصت كثيرين لأنها توصل. زي ما تبدأ الصيام، تبدأ مثلا واحد يصوم لغاية الساعة 11، بعدها الأسبوع اللي بعده 12، بعدها الواحدة، بعدها الاثنين، بعدها الثلاثة، لغاية ما يوصل للساعة مثلا 5 أو 6 بالليل. تدرج، كل شيء خده بتدرج، بس تدرج مش عامل زي سلو موشن، لا، تدرج بنمو في اي وضع تنمو فيه. فربنا يعطينا زي ما قال كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. لإلهنا كل مجد وكرامة الان والابد. جيبني وتدخلني في قوي ما عرفتو فو إن جي بكرا أن مارسي إن جيتك متورو جي فوق بيبي او شاني نجف سمروت نجف يوت نم بشيري نم بيب نم مايس او امبتي ترياسيت جيك فول تنوش تموس تنتي اوناس انسو فاس براسكو من كريا ليسون كريا ليسون خين او مسمي. بالحقيقة نؤمن بلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود بلا أب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي له في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على بيلاطس البونتي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات، الذي ليس له ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآمين. تنجوش تبول خايت انت يا ناستاسي سنتيني رفموت
نمبيون خنت بيون سنيو آمين. سامحوني جميعا صلوا عنها مطانيها في سنت فيرجو بيقول بس بروستريشن مطانيها. العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين Glory to God in the highest peace on earth and goodwill toward men. Pray for perfect peace, love, and holy apostolic greeting. Lord have mercy. According to your good mercy, Ya Allah, imla qulubana min salam. وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر لبس الموت وجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة that without casting us into condemnation we may partake of your immortal heavenly gift in Christ Jesus our Lord. Pray one another with the holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yes, Lord, who are Jesus Christ, the Son of God. Hear us and have mercy upon us. Offer and offer an order. Stand with trembling. Look towards the east and let us attend. He ten eberes veyente tisiu tokos isoab maria bshoi sarie motna nimbiko evolente ninovi tenu ishtemuko bechristos nimbikiote nagasos Nimbib nevmais oeb jiaki exoti emmon eleos irinis siseya enise eos. Marabu ma ruhika aida. هي عند الرب نشكر الرب مستحق وعادي مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن سيد الرب لله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى هو seated upon the throne of his glory and who's worshipped by all the holy powers. You who are seated, stand before whom stand the angels, the archangels, principalities, the authorities, the thrones, the dominions and the powers. Look toward the east. You are he around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings praising continuously without ceasing saying. Let us attend. Cherubim yasgudun alak wa seraphim yumagidunak sarikhin qailin kudus 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 rabbu sabaot السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. أجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا
الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا فردوس نعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغوات الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس نعيم. لم تتركنا عنك هذا الانقضاء، بل تعاتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في ظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. آمين. آز إنكارنيت أم بكيمان and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high through water and spirit. He made us unto himself and a simple people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who were in the world as a ransom on our behalf, gave himself up unto death, which reigned over us, whereby we're bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. I believe. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد للسموات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة، هذا الذي يظهر فيه اليدين مسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا. السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. خبزنا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبويتين المحياتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. إلى فوق نحو السماء لك الله وسيد كل أحد وشكر. آمين. وبركه. آمين. وقدسه. تلاميذ المكرمين القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كل من كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عن كثيرين يعطى لمغفرة خطاي، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. Likewise also the cup after supper mixed it of wine and water when he had given thanks. آمين. He blessed it. آمين. And he sanctified it. Also to his own saintly disciples, holy apostles, saying, drink all of you for this my blood of the new covenant, which is shed for you for many, to be given for the remission of sin. This do a remembrance of me. This is also true. Amen.
مرات تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله نصنع ذكر هلام المقدس وخيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا we offer unto you your gifts what's yours for everything concerning everything everything worship God in fear and trembling we praise you we bless you we serve you we worship you attend. Amen. Oh, by all community of life and so my web in oh, by all the owners of Toyota and Tete, they are thinking very لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم مستعقين كلنا سيدنا نتناول قدساتك طهار لأنفسنا أجساد وأرواح لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوكم منذ البدء. Remember, O Lord, the peaceful and all holy Catholic and the Apostolic Church. Pray for the peace of the one and holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord, have mercy. لك بالدم الكريم الذي مسيح حفظه بالسلام من كل أصاخ الأرثوذكسيين الذين فيها ونذكر يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأصاخ فبطريقة باب معظم الأنباء طودو الثاني وشريف الخدمة الرسولية ابن مكرم الأنبابيت صلوا من أجل رئيس كانتنا الباب الأنباء طودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أصاخفة المدينة العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيتر وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم الذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة روحنا اقتيع بسلام Remember O Lord the Orthodox Hegumens priests and deacons. Pray for the Hegumens priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المذكور يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله لا ضابطا الكون the salvation of this who place and every monastery of our Orthodox fathers pray for the salvation of the world of this city of ours and all cities countries islands and monasteries Lord have mercy and those who were there in the
us faith graciously accord, O Lord, the air of heaven, the fruits of the earth, water of the rivers, the sea, the herbs and plants of the field this year, bless them. Pray for the air of the heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers and the seeds, the herbs and the plants of the field, that Christ our God may bless them, have compassion on his creation which his hands have made, and forgive us our sins. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. أصحابك مقدار يا كرامتك في الروح والجلال لروحها تكثر أثمار وعد رزق الحصاد دبر حياتنا كمالي بارك لي السنة بصلاحك من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرمل واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسم القدوس لأنها اقترجاك تلت تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جاس املأ قلوبنا فرحا ونعيما لك نحن لنا كفاية في كل شيء كل حين نزداد كل عمل صالح يا رب رحم Lord, those who have brought you these gifts and those on whose behalf they have been brought and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices and those who bring them. Lord, have mercy. Lord, at the command of your only begotten Son, that we share the commemoration of your sins graciously accord, O Lord, to remember all the sins who have pleased you since the beginning. Our holy fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous, perfect in the faith, most of all, the pure, full of glory, ever Virgin Holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God the Logos. والقديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد والقديس فانوس رئيس الشمامسة والشهداء ناظر انجيلي مرقس الرسول طاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسقول القديس اثناس الرسولي والقديس بطرس رئيس كهنة وخاتم الشهداء القديس يوحنا ذهب الفم والقديس أودس القديس ثوفيلوس والقديس ديمتر القديس كريلوس والقديس باسيلوس بزروريس ناطق لاهيات والقديس أوروريس صانع العجائب والقديس أوروريس الأرماني والثلاثمائة مجتمعين بنقيا والمائة والخمسين قسطنطينية والمئتين بافس أبنا الصديق العظيم أما تونس والبهار الأنبا والأثرس مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبنا بن يونس قموسى بن شو البار والكام حبيب مخلصنا الصالح أبنا بابولو الطموهي وحسقيا تلميذه سيدان الأبوان القديسين الروميان ماكسيموس وأدوماديوس 49 شهيدا شوخ شهاد والقو القديس الأنبا موسى أحنس كام القيس أبنا مدنيا القموسى ماذو رسقس يثذو رسقس أبنا بخم أب الشركة وترس تلميذه أبنا باش ودرس المتوحدين وأنباويسة تلميذه أبنا بمسأل ساعة كل مصاف قديسيك All the choir of your saints through praise supplications, have mercy on us all and save us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let those who read recite the names of our holy fathers, the patriarchs who have fallen asleep. O Lord, repose their souls and forgive us our sins. Rebu es mo'es o'eb shubini men amin zoksasi kirie kirie leison kirie leison kirie Evlogison, Kyrie Anabab, Son, Amin.
أسمهم الذين نذكرهم الذين رخض فكر كل واحد منا والذين فينا الذين رخضوا تنحف الإيمان بالمسيح. أذكر يا رب أنفس عبيدك المنتقلين شهداء دير القديس مرقس الرسول والأنباس المعترف بجنوب أفريقيا القم مستكلا الصموئيلي أبونا يسوس أفا مرقس أبونا مينا أفا مرقس في الذكرى السنوية حنان شاكر كيرولوس وإنصاف سلامة فتحي ميخائيل دميانة ميخائيل حلمي زكي. تفضل يا رب نفوسهم جميعا حدنا أباء القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في معطن الخضرة علم الراح فردوس النعيم الموضع الذي يهرب الحزن والكآبة والتنهد نور القديسين. اطلبوا عن أبانا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البال أبانا القديسين رؤساء الأساقفة وبين الأساقفة بين القمامصة ومعهم نفس أبينا الراهب القمستكلا الصموئيلي وأبانا الكسوس وأخوتنا الشمامسة أبينا الرهبان ومعهم نفس أبونا يسطس أفا مرقس وأبونا مينا أفا مرقس وأمهاتنا الراهبات وأبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين ومعهم نفس المنتقل حنان شاكر وعن أنفس عبيدك الذين ذكرت أسماءهم لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا يا رب نفوسهم نيح فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانهم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون كينغدم واهدنا إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتف اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس إريني باسي كتب نبماتي سو Let's give thanks to God the Pantocrator, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, for he also has made us worthy now to stand up in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion of parting his divine and immortal mysteries. Amen. Al-Gasad. المقدس نسجد لجسدك المقدس ودم الكريم ولدمك الكريم بانتكراتور the Lord our God آمين آمين لارا Pray. Lord, have mercy. Erne pasi. Ketob nebmati so. Anta huwa Allah rahim, mukhalis kulli ahad, alladhi tajassada li agli khalasina, alladhi adaa lana nahnu al-khutaa. الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة بسرين
لا ينطق به كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام. Oh, save us from death and give us his holy body and his precious blood for the forgiveness of our sins. Who spoke to the multitude and to his saintly disciples and holy apostles, saying, this is the bread of life which came down from heaven, not as your fathers ate the manna in the wilderness and died. He who eats my flesh and drinks my blood shall live forever, and I will raise him up at the last day. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbo Rahab. نطلب ونسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نجرو بدل ورخوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات أو الفاضر هو أرض اسمك لي تملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. خدمة كريستوس إيسوس بإن شويس كفالس يمون توكريو إكلي تكثر إثمتك تورناك نعمتك من أجل خطاي خاصة نجساق قلبي لا تمنع شعبك نعمة روح قدوس. اللهم حالنا وحال كل شعب من كل خطيئة من كل لعنة كل كحود من كل أمين كاذب من كل ملاقات العراطيق الوثنين نعم لنا سيدنا بأخلاق وفهمنا رب للتمام كل أمر رديء المضاد نحن سمرضاتك كل حين اكتب أسمعنا كل سوء قدسيك في ملكوت سمد كل يا رب السلام كنسة البطرية كان باب معظم الأنبياء تدور الثاني وشريف الخدمة الرسولية بنسق بكرم الأنبي بيتر اسكر يا رب أبا المطار والصاف وكان الرهبان والرهبة الشعب كل الذين عوصونا أذكر منكم Remember, O Lord, our assemblies bless them. Save the men and with your spirit in the fear of God, let us attend. Amen, Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. القدس المبارك رب يسوع المسيح ابن الله القدوس روح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين كتب نظماتي سو ماجيون كيما تميون اريثنون ايسو خريسو تؤيتو ثيو ايمون امين امين Precious body and true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Amen.
آمين. يسوع من بيس نوفنتي مانويل بنوتي فاي بخن آمث مي آمين. آمين تينا أنتي. آمين 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 آمين. واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي خذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا وارتلاء القديسة الطاهرة مريم وجعله واحد مع لاهوتي بغير اختلاط ومزاج ولا تغيير واعترف لاعترف الحسن بلاس بنتي سلموا عنا خشب السلم المقدس براد وفعدوا عنا كلنا Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment to twinkle of an eye given for us for salvation remission of sins eternal love to those who partake of him I believe that this is true Amen. Amen, amen, amen. I believe, I believe, I believe that this is true. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the immaculate and heavenly holy mysteries, Lord have mercy. Zuxon si kyrie zuxon si alleluia. Christus erinis devin eri egon enemen eho onememen en egor esmo efnoti chenni es o web tiro entav Alleluia, Jesus, be Christus erinis devin eri egon enemen eho onememen en egor sabbih Allah fi jami'a qiddisi Alleluia, Alleluia Yesu' al-Masih sama'anna firmament of his power Alleluia Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights مباركاته بسم الله مباركة بسم الله سبحوا على مقدرته الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا 40 يوما
Aina la Praise him according to the multitudes of his greatness. Alleluia. Jesus Christ has stayed for us, for tears and for denials. Sabbihuhu bi sawti al-bukalli. Alleluia, Jesus.
بخريستوس رنستبين إري إيجون إنمين إيهو أونمين إنيجون ألليلويا ألليلويا زنك ساسي أوتي أوتي مون الليلويا يسوع المسيح صامعنا أربعين يوما وأربعين ليلة الليلويا الليلويا بأوفى بالنوت بألي يسوع المسيح صامعنا أربعين يوما وأربعين ليلة إبجيفز مراوت إنجيبيوت نيم إبشيري نيم بيبنف ما إسوى سنتي أونس طوبى للرحمة على المساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح الصوم الصوم لنفسي سبت طوبى لمن صامعني الزلات زكا يخلص من كل الضربات ويارس ملكوت السماوات اطلبوا البر والملكوت ولا تفكروا في الكسوة والقوت فهزم جيئه مسبوط والله عنده كل الخيرات بادروا بالرحمة لكل أحد ولا تنظروا فيما بعد فإنه قيل لا تهتموا بالغد فالرزق مضمون فيما هو آت تأملوا في رخ الغربان التي لا قوت لها ولا أوطان فالآب يقودها مع غيرها من الحيوان فأنتم أولى يا آل الحسنات لسي درزوس هو هف مرسي هو جيف تو ذا بور أن فاستن بري The Holy Spirit will fill their heart. The Son will show them mercy on Judgment Day. جدوا وقفوا بيجاجا في طلب الرحمة بسذاجة وليمضي لصديق وقت الحاجة ليقترض منه ثلاث خبزات حبوا
أعداءكم بمودتكم واحسنوا إلى من يبغضكم وصلوا لأجل من يطردكم واغفر لأخيك سبع مرات طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم خاف الموقف يوم الزحمة واعطي صدقة تزداد نعمة فعلى الرحمة تحل رحمة طوبى لآل البر والحسنة يا ملك هذه الزبيعة لو بهذه التسبيعة كنا قدام رب لغفل نخطينا فلنسبح مع الملقالين المجد لله في العالى ورد السلام وبالناس المسرة أمين الليلو يا زوك سبتريك أيوك أجيب نيف ماتي كننك أي كيستوس إيونا ستوني أولون آمين تن أشيبو لنجو إموس جيو بن شويس إيسوس بخريستوس في طفئر نستفين ريئون إنه من إهؤون إنه من إغور شانتف ستن خن النوفي ستن منون أينان كيري ليسون كيري ليسون كيري بلوغ سون من اسمو إيرو اسمو إيرو يستيمي طن يكوني إيبول قويم بإسمو مقدس بركاته المقدسه باب تكون معنا يا اخر استوز في النوت امين اس اشوبي في السماء تقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين النهاردة بوافق الذكرى السنوية لمدام حنان شاكر ربنا يناح نفسها فردوس النعيم قدم أعزائنا لزوجها دكتور ألان كرولوس وكل أفراد الأسرة بنقدم كمان عزائنا لمدام أماني أختها في ربنا يدي عزاء والأستاذ ماجد زوجها كل أفراد الأسرة اسما وفردا فردا لألا أنسى أحد فعزائنا باسم الكنيسة كلها بنقدم عزائنا ليكو ربنا يناح نفسها فردوس النعيم النهاردة بالليل إن شاء الله الساعة 6:30 العشية وبكرة القداسين كالمعتاد من 8:15 ل11 صباحا كل سنة وانتم طيبين بركة الصوم تكون معانا وأرجو اللي ما صامش ياخد بركة الصوم مش يجي الصوم ونتطلع الأعذار اللي ليه أعذار حقيقية ماشي لكن اللي ملوش أعذار وبعدين ما إرشاد أب الاعتراف ربنا يكون معكم محبة الله السور فاتح في المعبنة هنا محبة الله الأبن المحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة تعطية رقدستكم سلام سلام ربي يكون معكم بكرة اجتماع للشمامسة بعد القداس الساعة 1 هنا في كنيسة الملك